قال سامح شكري وزير الخارجية إن الاقتتال في السودان يهدر من مقدرات شعبه ويضع ضغوطا كبيرة عليه، وعلى هامش زيارتي الحالية لدولة تشاد ضمن الجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة في السودان، قال إن الاقتتال يفاقم من التحديات ويقلل الحلول المتوفرة لمعالجتها، وأكد أن مصر لديها قدرة على التأثير الإيجابي لاحتواء الأزمة في السودان، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الآليات الأكثر دراية بطبيعة الأمور في السودان وفي ظل ما يكتنف هذه الأزمة من تعقيدات. هي أزمة معقدة. أيوه أنا كنت هبتدي والله بكلمة معقدة، يعني هي أزمة معقدة جدا، والأزمة يمكن يعني يمكن احنا كمصريين حاسين انها معقدة لأن احنا يعني السودان جزء مننا، فاحنا متابعين الشأن السوداني من زمان. العالم كله اكتشف ان الأزمة معقدة وفضلت تتفاقم داخل السودان حتى وصلت إلى ما وصلت إليه وما نشاهده الآن. وأنا ما بتكلمش على فترة المظاهرات وفترة الدعوة لحكومة مدنية، هي ما قبل ذلك من أيام حكم البشير وهي في تعقيدات كثيرة في الشأن السوداني. الدور المصري يعني وزير الخارجية دلوقتي في جولة لتشاد والنهاردة رايح جنوب السودان وهناك تحركات مصرية لاحتواء الموقف في السودان، وفي مبادرات زي المبادرة السعودية، في الوفد من الطرفين موجود في السعودية دلوقتي بيحاولوا يتفاوضوا، لكن على أرض الواقع سيادة اللواء أنا متابعة الوضع لم يهدأ، ما زالت الاشتباكات موجودة، ما زال المنظر في الخرطوم على طول النيران مشتعلة. وبعدين السيد الفريق البرهان امبارح كان بيقول إنه الوضع مستقر في كل الولايات ما عدا الخرطوم. ايوه ما دي العاصمه يا سيدنا، ما انت بتتكلم على العاصمه اللي هي فيها كل ادوات الحكم وكل مراكز الحكم، فالخرطوم مهمه. راي حضرتك ايه؟ معقده دي لازم نبتدئ بيها. طيب. الموقف لانها بطبيعه الاشياء اولا كضابط جيش الحرب المدن دي أسوأ حرب. ده يعني لو انت حتى قوات منظمه، يعني لما روسيا راحت اوكرانيا كانت مشكله روسيا انها تخش مدن فهتحارب. احنا لينا تجربه مع مدينه السويس وانتصارها حرب المدن حرب صعب. لا ده انت بقيت بس هو حلها بفاجنر، يعني في روسيا حلها بمجموعه فاجنر خلاص، بس مالناش دعوه بروسيا دلوقتي. النهارده انت عندك مجموعتين مسلحين تقريبا على اتزان، ده 100,000 وده 250,000 من اصل البلد، فحتى مش هتعرفي تميزي مين ضد مين او مين مع مين او مين اللي ضرب نار. ولما النهارده بالاضافه لان في حرب اعلاميه غير طبيعيه بين اللي يعني اتنين بين الطرفين المنظومه الاعلاميه بشكل مهم، ويمكن انا سمعت تصريح الفريق البرهان زي ما حضرتك قلتي واضاف اليه، بس انا اخشى ان انا الحرب تنتقل للولايات الاخرى. هو كان بيشير هنا لدارفور، دارفور الضرب اللي شغال فيها مسقط راس حبيبتي. فالفكره هذه الضبابيه في الموقف ومين بيحكم ايه، والعاصمه المثلثه الخرطوم ومدرمان وبحري، ومين ماسك الكباري، حتى الطرق اللوجستيه مين من الناحيه دي ومين من الناحيه دي، الموضوع في غاية تعقيد. الأهم بقى بالنسبة لي في التعقيد إن الاتنين علوا سقف المطالب، ده طالب إن هو يسود وده طالب إنه يسود، وده هيصعب جدا المفاوضات. أنا حتى مش عارف مفاوضات جدة هتنجح إزاي. هو البرهان قال مفيش مفاوضات إلا بإن السلاح اللي مع الدعم السريع يتم نزع السلاح من الدعم السريع. طب هو على أرض الواقع هتعمل ده إزاي؟ أيوه انت جاوبتي اهو، يعني انا مش هقول كده لان هو انت النهارده يعني لو ما وجدتيش حلول وسط معقوله ان الاثنين يبقوا جزء من هذه المنظومه تحت حكومه مدنيه تحت انهم تضمن لهم حياتهم، حتى لان انت حتى الاثنين قاده كل واحد طالب رقبة الثاني، فالمسألة في غاية الصعوبة. طب الدور المصري بقى، الدور المصري انت مشاركة في كل حاجة، لما كان في جنوب السودان بتعمل وساطة كانت مصر فيها،
الوزير سامح شكري امبارح في جامعة الدول العربية قال إن في لجنة من مصر والسعودية بتدعم الجامعة والجامعة العربية والوزير أبو الغيط بتدعم الأمين العام يعني بتدعم المحادثات اللي بتتم اللي هي برعاية سعودية أمريكية في جدة. فأنت بتحاولي إنك بتحاولي تعملي النشاط الدبلوماسي إنك تروحي لتشاد وتتكلمي مع جنوب السودان وتتكلمي مع طرفي النزاع، فأنت بتحاولي تكوني فاعلة. قضايا اللجوء لتشاد والأفريقيا الوسطى والجنوب السودان والمصر بتمثل تهديد ايا كان بقى العناصر اللي جايه، التكلفه الماليه يعني معلش الشيء بالشيء يذكر، يعني جزء من الانتخابات التركيه دلوقتي واحنا بنتكلم عباره عن ايه؟ عن ان واحد بيقول انا همشي اللاجئين السوريين فورا، والتاني بيقول ده انا هتشيهم لمجال امن يعني. يعني اردوغان بيقول همشيهم لمكان امن، والاوغلو بيقول لا مشيهم فورا. فوصل ان حتى مش منطقه انسانيه ولا مراعي البعد، لا ده انا همشيهم. فمشاكل اللاجئين مش قليله، مشاكل ان يبقى انت عندك بلد متقسمه شرق وغرب وجنوب وغير الخرطوم والمنطقه الوسط، فمن سودان كبيره صحيح. بتتعاملي مع جهه واحده، لا يحتاج نشاط مننا، نحتاج جهد، يحتاج ان الناس تدرك انها ما فيش هنا حتى اللي كسبان خسران، واعتقد ان التعبير ده اتقال من بعض الدبلوماسيين. يعني محتاج ان القوى الاقليميه اللي بتتدخل تخلص النوايا بقى. انا كمان حاسس انك مستعجلاني. انت عيب السودان ايه؟ قوة إقليمية داخلة بعنف، يعني كلنا عارفين. قوة دولية داخلة بعنف. مصالح يطلع بقى في ذهب، يطلع في بترول، يطلع في نفوذ، ودي مصالح رئيسية. يطلع يعني كله ابتداء روسيا وأمريكا، كل القوى والاتحاد الأوروبي، ويعني أنا أقصد كل القوى بالإضافة للقوى الإقليمية الفاعلة واللي ليها اهداف مختلفه. السودان زي ما احنا كلنا عارفين 200,000 فدان، 200 مليون فدان، مزرعه العالم مش مزرعه صحيح. افريقيا. فهل انت بتستولي على الارض؟ هل الميه المتوفره تقدري تعمل لنا حاجه؟ هل الخامات؟ هل الذهب اللي بيطلع من المحاجر؟ عندهم تعدين شعبي، واللي بيطلع من التعدين الشعبي يعني بعد ما يطلع منه الذهب في حاجه اسمها التراب، التراب ده بيطلع ذهب بمعدلات اعلى من استراليا. يعني ارض الذهب، يعني بنقول ارض الذهب يحصل فيها. فربنا يهدي النفوس، لان وقوع السودان مش بقى لاجئين على المستوى الانساني. ازاي يعني ده ازاي ان انا ابقى اتسبب في هذا الاقتتال وهذه العوده وانا سوداني واللي جنبي سوداني؟ يعني احنا صحيح. نفس الهويه يعني.